السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد للقناة. هنتكلم النهاردة على حاجة بتواجهنا مع أجهزة الكمبيوتر وكل شخص عنده جهاز كمبيوتر سواء حديث أو قديم، وطبعا اللي عنده أجهزة قديمة بيشتكي دايما الشكوى المرة من الموضوع ده. ومعظمنا طبعا بنستخدم أجهزة كمبيوتر لأن هي حاجة شبه أساسية في حياتنا. فلو حضرتك حتى ما فيش مثلا، ممكن يكون وقتك ضيق أو موبايل ماسكه في إيدك أكتر، ما تستخدمش الكمبيوتر بنفس القدر، بس على الأقل لو مثلا في شغلك مثلا ولا حاجة، أو مثلا لو بتدرس مثلا في دراستك في حاجة، فهتلاقي أكيد الكمبيوتر ده لا غنى عنه. تمام. طيب إيه الحاجة المشكلة اللي دايما بتواجهنا؟ يقول لك بطء السنين، الجهاز بتاعي بطيء بطء السنين، الويندوز مش قادر، تحس إن هو خلاص عايز يروح الإنعاش، الأجهزة القديمة الناس بتحاول تتخلص منها مش عارفة تعمل معها إيه. بعد ما تستخدم الويندوز شوية تبص تلاقي نفسك خلاص النسخة تقلت، وخلاص انت مش قادر تعمل ايه، ومش قادر تعمل اي حاجة، وحاسس ان حياتك بقت جحيم بسببه، بقى بطيء لدرجة ان انت مش قادر تستخدمه، كرهته. سواء بقى كمبيوتر ثابت او لابتوب بتواجه فيه نفس المشكلة، لان هو في النهاية الويندوز كله بيشتغل بنفس الفكرة، سواء جهاز حديث جهاز قديم. ممكن الجهاز الاحدث شوية تكون السرعة مناسبة اكتر او استجابته احسن، لكن الاجهزة القديمة الناس بتشوف فيها المرار اكتر يعني. تمام. طيب النهاردة بقى في الفيديو موضوعنا ان احنا جايين النهاردة نوجد حل نهائي للمشكلة دي، حل سحري لو حضرتك وظبط عليه هيبقى ما عندكش مشكلة في السرعة الخاصة بجهازك، هتبقى جهازك هيبقى كويس جدا. مش هتقدر انت تصدق يعني، دايما الناس تقولك انا لما اول ما بنزل نسخة الويندوز بجهاز رائع رائع، نزلت بقى برامجي ونزلت حاجتي، خلاص بعد كده تحس ان هو كبر في السن، خلاص ما بقاش قادر. طيب النهاردة احنا هنحط حل جوهري للمشكلة دي، بحيث ان احنا لو بنستخدم اجهزتنا خلاص مش هيبقى عندنا فيها مشكلة. وخلينا بقى نبدأ الفيديو بسرعة، وخلينا نشوف عندنا ايه النهاردة، وهنشوفها على جهاز لابتوب قديم جدا. تمام. بشكل عملي بشكل مفصل، ونتمنى الناس تستفيد. ركزوا معنا، خليكم معنا لنهاية الفيديو. ورجعنا تاني، خلينا بقى على اللابتوب ده نقدر ان احنا نشوف القصة دي. زي ما احنا شايفين هو ده لابتوب دول كور، يعني نتكلم اللي هو قبل الكور ديو والكور ديو، قبل الحاجات الحديثة اللي شفناها، الكورات بقى كلها الاي 3 والاي 5 والاي 7 والاجيال اللطيفة اللي احنا شايفينها دي. فده جهاز قديم، هو انتل بس جهاز قديم. هو كان 1 جيجا رام وعليته خليته 3 جيجا رام، لكن احنا طبعا دلوقتي بنسمع 16 بقى و 8 وحاجات لطيفة. ده بقى طيب ايه الخطوات اللي احنا نقدر نسرع بيها الجهاز بشكل عملي وبشكل فعلا يخلي الويندوز مفاجأة؟ طيب خلينا كده بقى نركز شوية. هنبص هنا في الجزء الفاضي ده اللي هو السيرش بار ده. تمام. او ممكن طريقة تانية اسهل، هدوس على الستارت منيو، في علامة في الكيبورد هي علامة عليها شكل ويندوز، لو دوست عليها كده هيفتح لي الستارت منيو بالشكل اللي انا شايفه ده. طيب هعمل ايه؟ حاجة اكتب هنا run run، ماشي، اكتب run. ودوس انتر. معلش هو الجهاز استعابه صعب شويه. رام. ماشي؟ هيطلع لي ايه؟ هيلاقي البوكس ده هيظهره لي، ويبدا ان هو يقول لي انت عايز تكتب ايه؟ طيب خلينا بقى نركز كويس قوي في الحاجات دي. احنا بالظبط هنكتب ثلاث حاجات، هندور على ثلاث فولدرات بعينهم. تمام؟ الثلاث فولدرات دول هم مسؤولين عن التيم فايل. التيم فايل اللي هي الملفات المؤقته. الويندوز علشان يقدر ان هو يستور الداتا ويقدر يحافظ عليها ويقدر ان هو يبقى عنده ريفرنس من كل حاجه حضرتك بتعملها على الجهاز، بيحتفظ ببيانات مؤقته. ولكن البيانات المؤقته دي مشكلتها ان هي بتحول الجهاز لجهاز بطيء جدا، لان كل الملفات دي بتاخد مساحه كبيره وبتبقى موجودة في السي، فبالتالي بتخنق الجهاز، لان هي
الويندوز بيعمل فيرتشوال رام غير الرام الاساسيه، رام افتراضيه من جزء من مساحه السي، فكل السي ما بيبقى مساحته كبيره كل ما الجهاز بيبقى فايق، فبالتالي التيم فايل دي بتبقى مساحات ضخمه جدا وبالتالي بتاثر بشكل سلبي جدا جدا عليه. فاول فولدر عايزين نمسحه هنكتب اسمه temp 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 وهنقول له ايه انتر، هيدخلنا على فولدر، هعمل ايه كنترول ايه وبعد كده هو عامل شيفت ديليت. تمام ديليت، هيجي هنا يظهر لي رساله. ايه الرساله؟ بيقول لي ان في حاجات ما ينفعش تتمسح. اوكي انت صح، هو عامل ايه؟ هعلم هنا على بوكس على حاجه اسمها do this for all current items عشان ما يكررليش الرساله ده. ماشي، وهم قايل له سكيب. اوكي حضرتك اللي ما ينفعش يتمسح ما تمسحوش، بس الباقي امسحه، فضلي الفولدر. ماشي، هقوم قافل البوكس. اوكي، هاجي على نفس التمب دي اكتب نفس الكلمه بس اغير فيها حاجه بسيطه. تمام، هغير فيها ايه؟ هغير فيها ان انا هحط علامتين اللي هي علامه في الميه، عصايا وعليها كورتين قبل وبعد. ماشي، فده فولدر تاني اهو تب، وهقوم ايه دايس انت. تمام، دخلنا على فولدر بقى اكبر منه، برضه نفس الكلام كنترول ايه شيفت ديليت انت، ويبدا يمسح التيمب فايل. بالمناسبه لو حضرتك بتستخدم جهاز في شغلك، فطبعا الاي تي في الشغل هيبقوا قافلين عليك ميه ونور، فالفولدر الوحيد اللي هيفتح معاك اللي هو تيمب اللي قبليه علامتين في الميه، غير كده لا، سواء التيمب او الفولدر البريتش اللي هنتكلم عليه بعد كده دول مش هيتفتحوا، مش هيرضى اصلا ان هو يدخلك عليهم، هيقول لك عايزين ادمن اكسس يعني. تمام، فجينا نفس رساله هنقول له do this for all current items skip. تمام اهو، مع اني قلت له يقول لي تاني اهو معلم سكيب، هيبدا ان هو يمسح الملفات اللي ملهاش اي لازمه من الجهاز. تمام، ممكن تاخد معانا وقت شويه لان هو طبعا فولدر كبير شويه. تمام، فبالتالي احنا هنمسح ايه الحاجات المطلوبه. طيب عشان برضو ما نضيعش وقت الفيديو، تمام، هنيجي بقى للاخير. مش هو الجهاز استعبه صعب شوية، هو جهاز قديم يعني. اوكي ماشي، اقفل بقى الكلام ده كله، احاول معاه تاني. اوكي، هنيجي بقى في الايه الفولدر التالت وهو بريتش. طيب السبيلنج بتاعها بي ار اي بعد كده اف اي تي سي اتش بريتش prefetch p r e f e c t h. هنعلم عليه هيدينا الرساله دي ان انا عايز كونتينيو، وان هي طبعا لازم يبقى ادمن، لو اللي بيفتح الفولدر ده مش الادمن مش هيرضى. تمام، هيجي برده نفس الكلام برده شيفت ديليت. يلا نفس الكلام، هيبدا يقول لي ان في حاجات ما ينفعش تتمسح، هقول له اوكي do this for all. اوكي، فبالتالي انا بنظف الدنيا كلها. طيب هنيجي بقى للخطوه دي، كانت الخطوه الاولى. طيب الخطوه بقى الثانيه واللي هي تقليديه ناس كتير تعرفها، هقف على السي رايت كليك، بعد كده properties
ماشي. بقى كده ديسك كلين اب تمام، ده تنظيف ذاتي للويندوز. وهو على فكره عشان الناس تطمن برضه، هو عمره ما هيمسح اي حاجه خطيه يعني، هو الحاجات اللي هيمسحها الحاجات اللي هي تم فقط يعني. هلاقي هنا شويه بوكسات اعلم على كل الحاجات اللي فيهم، من ضمنهم فولدر الداونلود. لو حضرتك الفولدر ده فيه حاجه مهمه ما تعلمش عليها عشان ما يشيلكش الحاجات اللي فيه، اقول له اوكي وديليت فايل ماشي، ويبدا ان هو يعمل كليننج للويندوز. هعمل بعدها ريستارت واقوم الجهاز، وبجد هتدعيلي هتلاقي الجهاز بقى في حته تانية خالص، وراح في شكل تاني خالص، وبقى دنيا غير الدنيا، بقى جهاز كانك لسه منزل ويندوز جديد. طيب اللي احنا عملناه ده بيعمل ايه؟ زي ما قلنا هو بيشيل التيم فايل. طيب تيم فايل دي بتتكون من كل خطوه حضرتك بتعملها على الجهاز، والهيستوري والبراوزنج والداتا وكل الكلام ده، بالاضافه لما كل حضرتك بتنزل ابلكيشن، بالتالي هو بتواجهه معاه نفس المشكله تمام. من ضمن برضو الحاجات اللي هتقابلنا واحنا بنعمل برضو ديسك كلين اب تمام، ان في حاجه اسمها هنا كلين اب سيستم فايلز، دي برضو ممكن نستخدمها مفيش مشكله تمام. هنيجي ندوس عليها هتلود برضو معانا نفس الصفحه، وهتجيب لنا نفس البوكسات، وفيها برضو ملفات اللي هي بتبقى ملفات تم من خلال السيت اب بتاع البرامج، ونقدر برضو ان احنا نمسحها بشكل عادي جدا مفيش اي مشكله، ما تواجهناش معاها اي حاجه. بعد الخطوات دي زي ما قلنا نعمل ريستارت للجهاز، وهيقوم معانا وهيقوم بشكل كويس جدا. لو عندك جهاز قديم او ويندوز قديم وبتقابل فيه مشكله، استحمله بس لحد ما يفتح ويعمل الخطوات دي ويشتغل فيه، وبجد مش هتعرف، هتحس كانك لسه منزل فلاش كوبي من الويندوز والدنيا معاك تمام التمام. نتمنى نكون يعني عملنا هنت لحاجه كويسه، وفهمنا الناس هي ليه دورها او ايه اهميتها في انها تتعمل، ونتمنى انها تبقى مفيده. ما تنسوش تنسونا باللايك والسبسكرايب. شيء بس يعني.